طيب طبعا واضح ان مفيش ميد ترم تاني، والترم خلاص كده قلش، وهو اللي فاضل لنا محاضره كمان بالعافيه لو عرفنا نديها. فهناخد النهارده يعني المفروض النص بتاع الجيرز، لو كان في وقت المحاضره اللي جايه هنكمله ونكمل حاجه في الكامس. الشغل في الجير مش صعب، المسائل اللي فيه كلها مش تقيله، لان احنا مش بندرس اكشن، مش بندرس الجير ولا الجير ديزاين، دي المفروض انت بتدرسها في ماده تانية. احنا بندرس الجير ترينز، يعني الريشيو او نقل الحركه بالتروس والانواع بتاعه التروس والكلام ده. اوكي، انا عارف ان انت عندك ماده تانية بتدرس فيها الديزاين بتاع الجيرز، هنا بس احنا بنتكلم على الترمينولوجي وايه هي الجيرز وايه اللي فيها وازاي بتنقل الحركه بالجيرز اند سو اون. وده للي كان خد الماده دي قبل كده، لما بصيت على الكلام اللي فات هو بالظبط، هو بالظبط تقريبا ما اتغيرش، لان هي نفس الانترودكشن بتاعه الجير، لان من بعدها تخش بقى ديزاين يعني ايه؟ يعني باور وتورك فريكشن، وتبدا تحسب الايه؟ الاناليسيس بتاع الجيرز، وهو مش مفروض انه موجود في الماده دي، المفروض ان الديزاين بعد الماده دي. حد فيكم خد الديزاين بتاع الجيرز ولا لسه؟ لا، اللي هو الديزاين بتاع الجير، انت بتعمل الديزاين كامل بتاع الجير. يعني هو منطقي ان دي بري ريكويزيت للديزاين بتاع الجيرز، يعني انا بعد ما تنجح دي. ما هي يعني الديزاين بتاع الجيرز دي المفروض دي بري ريكويزيت ليه، انت هنا بس بتاخد ليه؟ الانواع ونقل الحركه والكلام ده. ليه؟ لا والله انت اللي محفل على نفسك، والله انا مش محتاج اعمل اي حاجه. ده احنا ده يعني والله مش ناقصه تحفيل، ده احنا جايين نطبطب، التحفيل انت عملته خلاص وتمام. ان جنرال بنتكلم على الكلاسيفيكيشن بشكل عام، وبنتكلم على الترانسميشن وحسابات الترانسميشن. اوكي، لا بندخل في حسابات الباور ولا بندخل في التورك ولا في الديزاين بتاع سنه الترس. اوكي، بنتكلم بس ان جنرال الترس كلاسيفاي اكوردنج لايه، او الكلاسيفيكيشن بتاعه اكوردنج. طبعا معروف ان الجيرز من اكتر الحاجات الكومن في نقل الحركه، ومن الحاجات اللي نقل الحركه فيها تعتبر الافشنسي بتاعته مش بطاله. يعني انت لو يعني برضو لسه ما اعرفش اتخدت الكلام ده ولا لا، ان نقل الحركه ممكن يتم عن طريق البولي، تمام، وممكن يتم عن طريق الجيرز. اوكي، الافشنسي في نقل الحركه عن طريق الجيرز احسن من الافشنسي في نقل الحركه عن طريق البولي. يعني ايه افشنسي في نقل الحركه؟ يعني في 100% باور بتخش للدرايف بتطلع من الدريفن، مفيش ترانزميشن بينقل 100% الا اذا كانت ها فيكسد كابلنج، يعني خلاص، يعني الجوينت ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش حركه ان بتوين. انما لما نكون بنتكلم على سيور لا، في لوسس في نقل الحركه. لما تكون بتتكلم على جيرز برضه في لوسس في نقل الحركه. اللوسس في نقل الحركه في السيور اعلى من اللوسس في نقل الحركه في الجيرز. حتى كانت الجيرز زمان لوسس كانت بتبقى اعلى من الموجود دلوقتي، على اساس ان كان الباكلاش عالي، اللي هو المسافه ما بين السنون وبعض، الديزاين بتاع شكل السنه والتصنيع والفينش بتاعها والماتيريال والسيرفس فينش والميتنج بتاعها كان عالي. بس النهارده يعني بالنيو تك الترانسميشن بالجيرز يعتبر اولموست الكفاءه بتاعته تعتبر من اعلى الوصمات. اوكي، فطبعا مقارنه بالسيور ينقل باور اعلى بافشنسي كمان اعلى. اوكي، المين كلاسيفيكيشن لانواع الجيرز بتبقى مبنيه اصلا على بوزيشن الاكس بتاع الشافتس بتوعك. يعني هو انا عندي تو شافتس، الاكس بتوعهم عاملين ازاي؟ ده قدام ده، اوكي، ولا جنبه يعني موازي ليه، ولا عمودي، ولا مايل، ولا ده في مستوى وده في مستوى، عاملين كده. كل حاله منهم ليها نوع جير علشان يادبت نقل الحركه من واحد للتاني. لو بصيت للسيور هتلاقي اللعبه دي ما تمشيش مع السيور، لان 99% من نقل الحركه في السيور اذا كان الاكس بتاع ده عامل كده ها، فالاكس بتاع ده عامل كده، فهو بينقل بتوين تو ها بارل ايه؟ بارل اكس. انما بالنسبه للجيرز يقدر يادبت ان هو ينقل ما بين اكتر من حاجه. بص بقى الكلاسيفيكيشن بتاعنا، اول حاجه لو كان الاكس بتاع الحركه موازي، يعني الدرايف والدريفن الاثنين الاكس بتاعهم موازي، ومنهم حاله ما فيهاش اكس قوي بس دخلوها معاهم لانها بالشبه اللي هو الايه؟ الريكامبينيون. السبار جير اللي هو الترس اللي بيسموه الترس العدل العادي، ترسين معشقين في بعض، ف
فطبيعي الوضع الطبيعي بتاعهم ان الاكسين بتوع الترسين اخبارهم ايه؟ يكونوا بارلل. نفس السبار جير ممكن يتعامل بسنه مايله فبيتسمى هيليكال جير، وبرضه التو اكس بيكونوا موازيين. ذا والري كامبينيون وهنشوف الكلام ده معانا. التو اكسز انترسكتد، يعني مش لازم يكونوا عمودين على بعض، يعني ممكن التو اكسز يكونوا عاملين كده وممكن يكونوا مايلين. اوكي؟ ده دور البيفل جير، والزاويه بتاعه البيفل هي اللي تحكم هل مجموع الزاويتين بتوع الاثنين ترس بيفل جير مجموعهم 90 فاذا بتنقل حركه عموديه، او مجموعهم اكبر من 90 فبتنقل بزاويه اكبر من 90. اصغر من 90 doesn't make any sense، مش هتلاقيها موجوده او مش هتشوفها. دي بيسموهم لا متوازيين ولا متقاطعين، اللي هم التو اكسيس في الفراغ ما لهمش وضع هندسي، يعني ممكن اكس منهم عامل كده والاكس الثاني عامل كده. ما تقدرش تقول توازي وما تقدرش تقول تعامد، لان هم في مستويين مختلفين. وده الابلكيشن بتاعه الورم والورم جير اللي هو الترس الدوده، وده ليه سبيشال فيتشرز تختلف تماما عن اللي فوق دول. حتى في الديزاين دول اللي يعتبروا كيس لوحدها او سيتويشن لوحدها. طيب لو شفنا دول هتلاقي السبار جير اللي هو الترس العادي، اللي هو اول حاجه هتاخدها في الديزاين اللي هو الترس العدل، الاسنان عدله. اوكي؟ لسبب او لاخر برضه هتاخده في الديزاين، بيعملوا الهيليكال جير ان السنه ما بتبقاش موازيه للمحور. يعني انت لو بصيت في ده المحور بتاعك عامل كده، السنه دي موازيه للمحور. اوكي؟ انما بالنسبه لده الهيليكال بتلاقي السنه اخبارها ايه؟ عامله هيليكس انجل او عامله زاويه ميل على المحور. فايدته ايه؟ حد عنده يتخيل؟ ها؟ الفورس اناليسيس. هنا السنه واخده الكومبوننت بتاعت الفورس كامله، تمام؟ اللي اخد معايا ميتال كاتنج قبل كده البتاع ده عامل زي الاورثوجونال والاوبليك. لما انت تكون عايز تمشي بقوه والسيرفس اللي بينقل القوه بالمنظر ده، يبقى انت كده واخد المقاومه كامله، صح؟ طب لو حطيت السيرفس اللي بينقل القوه كده، يبقى المقاومه بتاعتك دي اخبارها ايه؟ هيحصل لها ريزولوشن كده وكده، يبقى السنه شايله ايه؟ مركبه واحده. اوكي؟ بيحصل ان الاكس بيشيل المركبه العموديه عليها، لان المركبه العموديه مش هتروح في الهواء، فالمركبه العموديه بتعمل ايه هنا؟ بتخلي الترس عايز يترحل شمال او يمين، فساعات بيعملوها بانه يعمل سنه الترس كده، ها؟ وسنه الترس ثانيه جنبها عامله كده، علشان واحده تاخد مركبه والثانيه عكسها، فالاثنين ايه؟ يلاشوا بعض. ايا كان، سواء ده او ده، او معمول دبل او معمول سنجل، هو يصنف ها هيليكال جير، يعني السنه بتاعته هيليكال. هيليكال يعني حلزونيه، مش سنه عدله زي السبار جير. في نقل القوه يقدر ينقل قوه اعلى بنفس المقاس، يعني نفس المقاس يقدر يتحمل قوه اعلى. الفرق ان ده ما بيسببش قوه في اتجاه اكس الترس، انما ده ناتج عن الريزولوشن او تحليل القوة، بيسبب قوة في اتجاه اكس الترس، يعني الترس لو ما مسكتوش هيرحل شمال او يمين، انما ده مش محتاج حاجة تمسكه، ده القوة كلها واقعة على السنة كده، فالسنة عمالة تلف، مفيش حاجة بتزقه شمال ويمين، انما التاني لما يكون مايل والقوة تقع عليه كده، في مركبة من القوة عايزة تخليه ها يرحل يمشي، بتتمسك بايه؟ بتتمسك من الشافت نفسه. بيعمل رياكشن او بيعمل اكسل فورس على الشافت نفسه. لو كنت مركبه برولر بيرنج عادي جدا، تمام، لا بتحط له رولر بيرنج وتراست بيرنج من الجنب، او رولر بيرنج يكون بيفل علشان يستحمل قوه مايله او قوه لاترال. بس في المقابل حجم الترس يبقى هو ويقدر يشيل قوه اخبارها ايه، او ينقل باور ايه اعلى شويتين، غير ان التعشيق هنا بيكون سموث اكتر من ده، فالاوبريشن هنا بتكون سايلنت اكتر، فبتكون افضل في الايه، في التشغيل. في من ده وفي من ده، كل واحده على حسب الابلكيشن بتاعها، في ميكس من كله. بس الترس اللي بيعشق ويوصل زي اللي في ترس الجير بوكس بتاع العربيه لازم يكون سبار، لان التعشيق كله مبني على ايه؟ على ان الترس سلايدنج جير، يعني السنه بتتزحلق جوه السنه كده، فما ينفعش تحطها لي انكلايند. لو اتكلت هيليكال كده السنه ما تفصلش كده، تفصل يبعدوا عن بعض، انما في العربيه ايه اللي بيحصل؟ الترسين قاعدين قدام بعض والاكسين ما بيبعدوش، ايه اللي بيحصل؟ الترس هو اللي بيسلايد رايح جاي، فغصب عني لازم يكون ايه؟ لازم يكون سبار جير، لازم يكون ترس عادي. طيب الراك اند بينيون دورها ان هي بتنقل الحركه من دوران الى خط مستقيم، او من خط مستقيم الى دوران. طبعا اذا كان اللي فوق ده ليه اكس،
فالراك نفسها او الجريده ملهاش اكس، بس هم صنفوهم ايه؟ ان هي من الحاجات اللي بتنقل الحركه ان بارلل دايركشن، او ان الحركه الدرايف والدريفن الاثنين ايه؟ ان بارلل تو ايتش اذر. البيفل جير اللي هو الترس المخروطي، وهو نفسه الترس المخروطي ده برضو فيه نوعين، فيه عدل وفي هيليكال. الفرق بينه وبين هناك ان انت بتنقل ما بين اكسين، الاكسين اخبارهم ايه؟ في زاويه ما بينهم. كام الزاويه دي؟ بنسبه كبيره جدا بيبقى ده واخد بيفل 45 وده واخد بيفل 45، تبقى الحركه بتنقل ايه؟ عمودي. يبقى الحركه جايه من هنا تخرج من اكس عمودي عليه. مفيش ما يمنع ان انت تخلي الزاويه تختلف عن 90، لان الزاويه في كل الاحوال بتساوي ايه؟ ها؟ زاويه الترس الاول زي زاويه الترس الثاني، زي ما تطلع بقى، تطلع اقل من 90، تطلع اكتر من 90، زي ما تطلع، بس في الغالب بتبقى 90. اتجاه الدوران ده غلط في الورقه. اه طبعا. دي كده غلط، لان طبعا اتجاه الدوران من المفترض ان هو ايه؟ اوبوزيت. الترس بيمشي بنظام الاود والايفن، كل الاود يلفوا مع بعض، كل الايفن يلفوا مع بعض. فلو رقمتهم هتلاقي اود ورا ايفن، اود ورا ايفن، فطبعا الاثنين دول المفروض يكونوا ايه؟ كده. تمام؟ شايف الملاحظات؟ شايف؟ مش قاعد نايم على نفسه. انا مش هتكلم، انا بأراعي اقصى درجات ضبط النفس، انا مش هتكلم. اوكي، الورم جير، وده الميزه فيه انه بينقل الحركه من مكانين بعاد عن بعض، يعني المحورين لا هم عاملين زاويه مع بعض ولا هم متعامدين على بعض ولا هم الايند او بيوازوا بعض، ده محور في حته وده محور في حته، يعني تو اكسس عاملين كده في الفراغ. اوكي، فالميزه اللي فيه انه بينقل على محورين مفيش بينهم وبين بعض مستوى بيضمهم، ده نمره واحد. نمره اتنين، الورم جير فيها حاله خاصه شويتين، ان الورم جير ما بتنقلش الحركه العكسيه. يعني الحركه هنا بتتنقل من فين لفين؟ ها؟ الحركه بتتنقل من فين لفين؟ من الورم للورم جير، مش العكس. الحركه هنا بتمشي من الورم للورم جير. لو ده عاوز تلفه مش هيسمع حركه في التاني، الحركه هنا شغاله ان ايه؟ ان سنجل دايركشن، تيجي من الورم تروح للورم جير. العكس لا. لا، لان الريشيو هنا او نسبه النقل هنا عاليه جدا، هتلاقي كل التروس العاديه نسبه النقل بتبقى 3 4 5، اللي هو لو كانت السرعه 1 تطلع 5، لو 5 تطلع 1. هنا لو كانت السرعه 1 تتخفض هنا للعشر، وممكن لواحد على 20. فالريشيو عاليه جدا، تخلي الفريكشن ما بين السنه دي والسنه دي في اتجاه ان دي اللي عايزه تلف ممكن تكسر اللي تحت وما تلفش. فاللعبه كلها مبنيه على ايه؟ على ان الورم هي اللي بتلف، انما اللي فوق ما تقدرش هي اللي تنقل الحركه لمين؟ للورم. الريدكشن ده اعلى ريدكشن تروس في التاريخ هو الورم والورم جير، كل التروس بيلعبوا على ان الريدكشن يكون بحد اقصى 4 5، يعني ده رقم كبير جدا، يعني مش اي سنتين ترس يعشقوا مع بعض، في ريستريكشن ما بين نسبه القطر للقطر او عدد سنان لعدد سنان، بحد اقصى بتبقى 5 مثلا. هنا استثناء، هنا ممكن نسبه النقل توصل ل 20 وتوصل ل 30. يعني ايه 20 و30؟ يعني لو ده لف 20 لفه، ها ده يسمع لفه واحده. الليله هنا مبنيه على ايه؟ مبنيه على عدد اسنان، ده كام واحد. فالورم دي كل لفه بتقدم سنه، تمام؟ فالفكره مختلفه تماما عن الاسنان الايه؟ اللي معشقه. الاسنان المعشقه تقدر تنقل حركه والحركه العكسيه، انما الورم مع الورم جير ما ينقلش حركه عكسيه، الورم ينقل من الورم للورم جير مش بالعكس. لا، البيفل جير النقل بتاعه ريجولر، سنه قدام سنه عادي، انما هنا النقل عدد اسنان قدام عدد الجيتس او عدد البوابات بتاعت دي، تمام؟ فنسبه النقل هنا مختلفه تماما، والريستريكشن على نسبه النقل مختلف تماما. اوكي، وهو في الغالب اللي بيستخدم ورم جير بيستخدمه علشان الريدكشن ريشيو. الريدكشن ريشيو هنا ممكن توصل ل 20 وال 30، دي ما تعرفش تجيبها هناك بترس واحد، دي بتجيبها هناك بايه؟ ب 3 4 ستيج كومباوند ايه؟ جير ترين، علشان تعرف تجيبها. مينلي قبل وجود التحكم في الستيبر موتور والسيرفو موتور، مينلي الحركه كانت بتبقى خارجه من انجنز او من مواتير كهرباء اي سي عاديه. فطول عمر الحركه بتبقى خارجه بسرعه عاليه، لو انت عايز دايما بتبقى عايز تريديوس السرعه. الحركه خارجه من محرك العربيه بسرعه عاليه، انت بتنقل، تمام؟ بالترانسميشن بتعمل ريدكشن، لان الانجن بيطلع سرعه عاليه.
اوكي. طبعا مش عايز اقلل السرعه حبا في السرعه القليله، انا عايز اقلل السرعه عشان ايه؟ عشان ايه؟ علشان ايه؟ ها؟ علشان ادي تورك عالي، ادي عزم عالي، ادي فورس عاليه، لان السرعه العاليه يبقى الباور كلها كده كونسيومد في الفيلوسيتي. انا مش عايز الباور كونسيومد في الفيلوسيتي، اتليست في اول الحركه محتاج ايه؟ عزم. فمحتاج عزم، يبقى انت لازم تريديوس الايه؟ تريديوس السرعه. يعني شكل الجيرز ما بتختلفش كتير، الفرق في ميكانيزم النقل. اللي بيختلف في النقل بتاعه العربيات ما بتشتغلش بالتروس اللي هي سي في تي، الكونتينيوس. الكونتينيوس بتشتغل بتاع ده ميتال بيلت، تبقى قصه ثانيه خالص. تبقى السي في تي كونتينيوس، كونتينيوس فاريبل ترانسميشن، بتبقى شغاله اتنين كون ترانسميشن، بتبقى شغاله كده اتنين كون خلف خلاف، وبيبقى فيه ميتال بيلت عامل كده، وفي جايد بيحركه، والجايد ده بيبقى كنترولد اوتوماتيكالي. لو مشي كده المفروض ايه اللي هيحصل؟ القطر ده هيصغر، وفي المقابل القطر ده هيكبر. فهو بينقل بقى ما بين ده الى ده لحد ده الى ده، وهي بتبقى كنترولد رايح جاي. ما بتحسش دي، ما بتحسش فيها بالنقل، لان ما فيهاش نقل اصلا. النقل هنا بيبقى سموث، بيسموه ستيبلس. ستيبلس يعني عدد لا نهائي من النقلات، الريشيو من كذا الى كذا، وستيبلس ما تحسش بيها. تعرفها منين؟ لما تشد بالعربيه وتوصل لسرعه وعايز تهولد، تثبت رجلك على البنزين، تلاقي سرعه العربيه ثابته والار بي ام عمال ينزل بالراحه. بينزل بالراحه دي معناها ايه؟ معناها ان البتاع ده عمال ايه؟ يريلاكس الموتور، بيرجع لورا كده بيريلاكس الموتور، مش بيعمل حركه نقل زي اللي انت بتسمعها. تلاقي الار بي ام طلع والار بي ام نزل، بعد كده طلع ونزل. التجربه الاخيره اثبتت ان هو مينتنس فري، ده ما بيتحطلوش زيت موتور، ما بيتحطلوش زيت ترانسميشن، مينتنس فري، ممكن يشتغل 10 سنين من غير ما حد يفتحه ولا يبص عليه ولا اي حاجه. طب ما انا بقول لك يعني المصريين قالوا كده، لان مثلا واحد اتقلبت بيه عربيه وهو كده فقال ان هو ده السبب، فخلاص ما احنا صدقنا. هنعمل ايه؟ مصريين اجدع ناس، يتكلموا على عربيه معينه يقول لك العربيه دي بتتقلب في الملفات. اي عربيه عرضه انها تقلب في الملفات؟ مش معنى ان العربيه اتقلبت بيك في الملف يبقى كل العربيات اللي زيها اخواتها يعني مع سواقين تانيين هيتقلبوا في نفس الملف، فعادي يعني. اوكي، نتكلم بقى على كل واحد فيهم بقى ايه. ديفينتلي الترس لف كويس اهو، ولا ده مزعلك؟ تمام تمام، يعني مش اي كلام يعني. طيب السبار جير، الترس هنا السنه، قلنا السنه بتبقى بارلل للاكس، مفيش اي فورس ريزولوشن، فهو بينقل الايه؟ بينقل الفورس از ات از. وطبعا زي ما احنا شايفين التو اكسس بتوع الدرايف والدريفن قدام بعض. طبعا هنا القوانين اللي بنتكلم بيها ان القطر الى القطر تمام يساوي عدد الاسنان لعدد الاسنان يساوي عكس السرعه للسرعه، ولا انتوا ايه الاخبار؟ الحاجات دي مش محتاجه يعني مش محتاجه حفظ حتى. لو هم بيلفوا، مين بيلف اسرع؟ الترس كبير ولا صغير؟ الترس الصغير. اشمعنى؟ لان المفروض السرعه عند الكونتاكت هنا واحده. لما تكون السرعه عند الكونتاكت واحده، دي السرعه الخطيه. السرعه الخطيه بتساوي ايه؟ اوميجا ار. لما يكون ار كبيره يبقى اوميجا صغيره، لما تكون ار صغيره يبقى اوميجا كبيره. وطبعا لا يخفى على حضراتكم ان اوميجا هي الممثل الرسمي للار بي ام، حتى الاوميجا بتساوي ايه؟ دي كنا بنحل بيها مسائل دي على فكره. ها؟ ها؟ 2 باي ان على ها؟ 60. ماشي، بسم الله ما شاء الله. الانواع بتاعت السبار جير، تقدر تلاقي السبار جير انترنال واكسترنال، وان كان الانترنال ده يعني ما هوش فريكوينت قوي ان انت تشوفه، ما هوش يعني موجود بشكل كبير. والميزه الاساسيه في الانترنال ان عدد الاسنان اللي بتبقى انجيجد ات ذا سيم تايم بتبقى اعلى، فنقل القوه فيه ممكن يكون اعلى. هنا غالبا التواصل بيبقى ما بين سنه وحته من اللي وراها، يعني منطقه التلامس هنا ما بتبقاش منطقه كبيره، انما هنا منطقه التلامس ممكن يكون في اكتر من سنه ايه؟ بتنقل في نفس التوقيت. طبعا باين لان هنا الكيرف مع كيرف انترنال، انما هنا اكسترنال مع اكسترنال، فعدد الاسنان اللمسه بيكون ايه؟ بيكون اقل. بس ده مش كومن، لان مش دايما نقدر نعمل ده، لان التو اكسس ممكن يحصل لهم اوفرلاب. يعني انا ما اقدرش اعمل ده الا اذا كان اللي بره في الغالب بيكون ثابت، يعني بيكون الترس اللي بره ثابت مش طالب منه حركه، لان الاكس بتاع الترس اللي بره لو تاخد بالك هو داخل في الترس اللي جوه اثناء حركته، فمش هتعرف تركب حاجه في الترس الايه؟ في الترس اللي جوه. الهيليكال
الميزة فيه عن السبار جير العادي ان الحركة هنا بتتنقل سموث اكتر، الكونتاكت بيبقى ناعم اكتر لان الكونتاكت ما بيبقاش ايه، سنة بترزع في سنة، دي حاجة مايلة بتدخل على حاجة مايلة، مش سنتين بيخبطوا بعض في الوش. ففي التشغيل في السموثنس او لو انت بتسمع النويز، النويز بتبقى موجودة في الهيليكال جير اخبارها ايه؟ اقل كتير. طبعا جميع انواع التروس، اوفر تايم سبان لما تقعد تشتغل حلو وقت كويس من غير ما يبقى فيه لوبريكانت وزيت والكلام ده، الترس شويتين بيبدا الصوت بتاعه يعلى، وده الفرق بين العربيات القديمه والعربيات الجديده. تبدا تلاقي العربيه بتزعق، هي الزعيق ده جاي منين؟ ان التروس عماله تخبط في بعض، سبيشال العربيات القديمه اللي بتلاقيها دفع خلفي، ففي كارثه ورا اسمها الكورونا، حته بتاع قد كده جواها 6 8 تروس، مع كتر الاستخدام ما بيبقاش فيه وسيله انه يكتم الصوت بتاعها غير انه يملاها شحم، علشان الشحم يخلي الوسط فيه مواد كتير تعمل دامبنج، لانه لو فضي هتسمع ترزيع زي الفل يعني، لان خلاص بتبقى الاسنان اتاكلت والسبيس اللي موجوده بين السنه والسنه بقت اعلى من مقاس السنه الثانيه، فتلاقي السبيس عامله كده، فكل بدايه حركه البتاع ده بيرزع، فالترزيع ده هو اللي بيعمل النويز اللي انت ايه اللي انت بتسمعها. العربيه بتتحرك عادي، في وجود الباكلاش العربيه بتتحرك عادي، بس الترس الحركه بتاعته نويزي. يعني نظريا بنبقى عايزين نوصل الباكلاش لزيرو، يعني ايه الباكلاش لزيرو؟ مفيش فراغ بين الاسنان وبعض، بس الكلام ده ما يحصلش. لو وصلنا للمرحله دي فعليا لو جاي لفه يتكسر، ما يعني خلاص بلوكينج جامنج اتحشرت، فلازم تسيب باكلاش، فبيسيبوه على الحد الادنى مع الاستخدام، قله الزيت، ظروف تشغيل صعبه، الباكلاش اللي بيجرى له بيبدا يزيد. لما الباكلاش بيبدا يزيد بيبقى البتاعه دي بتلق. باكلاش ده تشوفه كتير قوي في الدريكسيون بتاع العربيه وهو موجود حتى لو العربيه زيرو، ان لو انت كسر الدريكسيون على اليمين بالكامل، لو عايز ترجع شمال في حته بيرجعها الاول ما بينقلش حركه وبعد كده بيرجع، الحته اللي بينقلها بيرجعها ما بينقلش حركه، ده مجرد الترس بيملى الفراغ وبيعدي الناحيه الثانيه. تعال اتفرج بقى على ميكروباص الترامكو بقى ولا ميكروباص فولكس من بتوع الهرم، تلاقي الراجل من بعد الملف يمين علشان يرجع شمال ممكن تلاقي ثلاث ارباع لف الدريكسيون او نص لف الدريكسيون في الهواء، وبتبان ازاي؟ انه بيزقها بايده كده بيلف على الفاضي، وبعد كده يبدا الدريكسيون يتقل. تقل يعني ايه؟ يعني الترس لمس الناحيه العكسيه، فيعني يعني حاجه جميله يعني. مع الوقت علبة الدريكسيون بيحطوا فيها رجلاش ان البوش ده بيعالجوه، ان الترس لما بيتاكل بيقرب اكسين الترس من بعض بيدخله على بعض، بس ليها يعني فيو مليمتر تقدر تقرص الموضوع ده، اكتر من كده خلاص انت جبت اخر المشوار مش قادر تلمس الاكسين اكتر من كده، فيعني دي تخلي عمر الموضوع ده يقدر يشتغل 20 30 سنه مفيش مشكله، بس احنا عندنا العربيات في مصر يعني البني ادم بيموت وعربيته شغاله، فعادي جدا العمر بتاع العربيه يعني اكستندد. يعني الهيليكال جير ليه احد الاستخدامات بتخليه فيه شبه شويتين من الورم جير، ان هو ممكن تنقل الحركه زي ما انت شايف كده الى ايه 90 درجه. انت واخد بالك التو اكسس دول عاملين ازاي؟ 90 درجه، يعني ده مع ده، ده عامل كده وده عامل كده، اوكي؟ يبقى انت تقدر تغير، حتى مش لازم يكونوا 90 درجه، ممكن يغيرها بايه؟ باي وضع معين طبقا على مجموع الزاويتين بتوع الترسين دول، وكل حاجه لتطبيقها. يعني انا ما اقولش دي بتاعت ايه، هو ده اوبشن موجود، اوكي؟ الديزاينر هو اللي بيقول انا عايز حاله عامله ازاي، وبناء عليها بيختار اللي هو عايزه. الراكن بينيون ده لسه المثال اللي كنا بنتكلم عليه بتاع الستيرنج ويل بتاع الدريكسيون بتاع العربيه، هو بيبقى شغال، المسطره الخلفيه اللي ماسكه فردتين مع بعض بتبقى شغاله على راك، والدريكسيون نفسه او العصايه اللي في ايد بتركبها على البينيون، تمام؟ فدوران بتاعك بيخلي الراك تروح وتيجي، الراك لما بتروح وتيجي بتاخد المسطره الخلفيه بتاعت العجلتين رايحه جايه، تخلي العجلتين يقلبوا شمال ويمين. هو ده بقى الباكلاش اللي احنا بنقول عليه، اللي هو ان الجريده تبدا تتاكل، والرجلاش اللي بنقول عليه ان بيقرب الترس من الجريده. طبعا الى ليميت معين، اكتر من كده خلاص ما بينفعش، فهو ده اللي بيقدر يلعب بيه. ادجست العلبه نفسها، بيبقى الاكس بتاع دي تمام، هي منها فيها، فبيرجلش هو بالعكس بيعلي الجريده، لان دي مكانها ثابت، بيعلي الجريده فوق، فهي بيبقى سايب لها كليرنس تقدر تتحرك فيه. لو عمل الكلام ده وهي لسه جديده تقفش، يعني وما ينفعش يرزع الاثنين دول في بعض، يعني ما ينفعش يوصل ان دي تلمس الروت،
يعني هو كل اللي بيلعب بيه المسافة الفاضية في السبيس. هذه حاجة بتساعد فيها أكتر؟ تقلل الباكلاش. يعني بيقربوا الباكلاش اللي هو إيه؟ لو أنت بتلف ده كده. ماشي؟ إيه اللي هيحصل؟ هتلاقي دي لمست دي، ملت الفراغ هنا. فثابت كل الفراغ فين؟ وراها. طب لو جيت تحرك حركة عكسية؟ لازم دي تسيب هنا لحد ما تلمس هناك. لو فضلت تاخد دي كده رايح جاي عمال تلف كده وتلف كده، ايه اللي بيحصل؟ السنه دي عماله تلق رايح جاي هنا. فالفراغ ده لو وسع يخلي لك الدريكسيون اللي انت ماسكه عمليه من ازاي؟ شمال يمين كده من غير الحاجه ما تتحرك ولا العجل يتحرك. هو ده اللي بيسموه البوش او الباكلاش. يعني مش قوي، يعني مش قوي ده لما توصل لحاله الميكروباص اللي بيلف نص لفه على الفاضي. نص لفه على الفاضي، يرد يرد. اعمل ايه طيب؟ خلاص احتزم. بس عملتها، يعني عملنا البابل ده برضه رفع ايه. طيب البيفل جير خلاص احنا دي متفقين عليها، اللي هي بتنقل الحركه، واتفقنا البيفل جير برضه هيبقى فيها برضه النوعين الموجودين، اللي هو الهيليكال اللي هو المايل، السنه المايله علشان نقل الباور اعلى، والسنه العدل. الورم والورم جير زي ما قلنا نسبه النقل فيها زي ما انت شايف بتعمل ريدكشن من 20، ده يعتبر رقم قليل، الى انها ممكن توصل تعمل ريدكشن لحد 300. ليه؟ لان الريدكشن هنا مرتبط بايه؟ مش مرتبط بعدد اسنان الورم، ده مرتبط بايه؟ بقطر الورم جير. كبر قطر الورم جير ما عندكش ريستريكشن عليه، طبقا لعدد اسنان الورم جير تمام؟ تبدا تعمل نسبه الايه؟ الريدكشن. وليه دايما بنقول ريدكشن؟ لان هو بياخد الحركه من هنا بسرعه عاليه، تطلع من هنا بسرعه قليله. طيب نتكلم على التشريح بتاع شكل السنه. المفروض ان انت لما هتاخد الديزاين بتاع الجير، ما اعرفش الكورس بتاع الديزاين بتاع الجيرز عامل ازاي، بس الكيرف ده ما طلعش كده بالمحبه وما هوش ارك، يعني ما هوش بالبرجل وبعمله كده. حد يعرف اسمه ايه الكيرف ده؟ ها؟ يعني ليه اسم اللي هو كيرف السنه، الكيرف بتاع سنه الترس. حد سمع كلمه انفليوت قبل كده؟ انفليوت كيرف ده ليه اكويجن، الاكويجن دي معتمده على الترس ده وعلى الترس اللي راكب فيه. التارجت ايه؟ اول ما الناس عملت تروس زمان كان الترس عامل زي الترس بتاع الساقيه اللي بتربط فيها تور، كانت عامله كده. حته الترس عباره عن ايه؟ حته خشبه متركبه بالمنظر ده. فلو ده اللي بيلف، الخشبه دي لما تلمس دي هتزقها، وهكذا الخشبه اللي وراها وهكذا. اوكي، العمليه فيري نويزي لان كل سنه بتلمس بتعمل رزعه، وبيفضل مستوى على مستوى كده عمالين يحكوا في بعض لحد ما يفرقوا بعض وتيجي السنه اللي وراها وهكذا. الديزاين بتاع الانفليوت كيرف يخلي السن عامله ازاي؟ يخلي لو دي سنه، لو ده ترس وده ترس وفي هنا سن عامله كده، هتعشق هنا مع سنة عاملة كده، دي مع دي ما يبقاش في احتكاك ما بينهم، يبقى في رولينج. يعني ايه رولينج؟ يعني الاثنين لحظيا بيتحركوا دحرجة، مش واحد فيهم بيحتك بالتاني. عارفين الفرق؟ ان الاثنين دول مع بعض، يعني دي حوالين السنتر ده ودي حوالين السنتر ده، الاثنين مدين نفس الراديوس بتاع الكيرفيتشر عشان الاثنين يعملوا رولينج على بعض. كأن بالظبط نظريا مفيش احتكاك ما بين السنتين. ضيف عليه بقى ان الاريا هنا هتبقى كلها ويت او كلها محطوط فيها اويل او لوبريكانت او ايا كان، بالاضافه اللي انا بقوله، يبقى كده عمر الترس يعلى كتير جدا، الحراره الناتجه عن التشغيل تقل، اللايف بتاع اللايف تايم بتاع الترس يبقى عالي جدا، والنويز اللي موجوده من الترس تبقى مش موجوده. اوكي، فده انت المفروض هتاخد الايكويجن بتاعته، يعني او الديزاين بتاعه بيتعمل ازاي. اوكي، طيب ايه البارامترز او ايه الحاجات اللي موجوده او ايه المسميات اللي موجوده هنا على الترس عشان نبقى عارفينها؟ ادي شكل سنه الترس وادي شكل الفراغ. المفروض ان شكل السنه
وشكل الفراغ يبقى متماثل في الترس اللي هيركب معاه الناحيه الثانيه يبقى فيه شبه منه، لان السنه دي مفروض هتملى فراغ في الترس اللي هناك، وسنه الترس اللي هناك هتملى الفراغ بتاع الترس ده. المفروض الفراغ يكون اكبر ولا السن اكبر؟ الفراغ يكون اكبر بس مش بكتير، لانه لو اكبر بكتير هيعمل لنا الباكلاش اللي احنا بنقول عليه، يبقى المفروض يكون اكبر بحاجه بسيطه. طيب ايه البيانات الاساسيه الموجوده عندنا هنا؟ دايما لما بنتكلم على دايمتر او بنتكلم على راديوس احنا بنتكلم على البيتش سيركل. مين هي البيتش سيركل؟ هي الدايرة المتوسطة للسنة اللي عندها بيحصل التلامس، يعني لو جت السنة الأوبوزيت التلامس هيحصل يا عند النقطة دي يا عند النقطة دي طبقا لاتجاه الدوران، لأن البيتش سيركل دي بتلامس البيتش سيركل اللي هناك. طيب البيتش سيركل دي عاملة كده، من تحتها في دايرة أو في مقاس أو في حاجة، من فوقها في مقاس أو في حاجة، اللي هو من تحتها لنهاية السنة ومن فوقها لنهاية السنة. تحتها بيتسمى الديدندم اللي هي المسافة من هنا لحد الخط ده، ومن فوقها لحد طرف السنة خالص بتسمى الأدندم. أوكي؟ مين الديدندم والأدندم؟ الاتنين دول لو جمعتهم على بعض يدي لك ارتفاع السنة. أمال إيه الحتة المتسابة تحت دي؟ دي بتتساب خلوص أو كليرنس عشان لو اضطرت له في يوم من الأيام لتظبيط الباكلاش واضطرت تقرب الترسين من بعض. انما من المفترض ان المنطقه دي منطقه كليرنس، طرف السنه ما يوصلش لدي علشان يعديها وينزل ايه وينزل يلمس تحت، يعني المفروض ان الروت او الجذر ده المفروض ما يتلمس. اوكي، المسافه من هنا لهنا بيسموه التكنس بتاع السنه او العرض بتاعها، خلاص قلنا دي كده البيتش سيركل. المسافه من هنا لهنا دي السيركلر بيتش او التكرار بتاع السنه. السيركلر بيتش ده اللي المفروض لو ضربته في عدد الاسنان يدي لك عدد المحيط، اللي هي كل سنه والفراغ اللي قبلها. لو اتضرب في عدد الاسنان، لان هي ماشيه سنه فراغ سنه فراغ سنه فراغ، لو اتضرب في عدد الاسنان يدي لك المحيط اللي هو الباي دي بتاع البيتش سيركل بتاعي. اوكي، فدي البيس سيركل اللي هي بادئه من تحت، دي البيتش سيركل اللي احنا بنتكلم عليها، ده الكليرنس اللي احنا ما بنملاهوش، يعني ده الفيلت بتاعها، وده الادندم اللي هو لحد هنا، ده سوري الديدندم اللي هو لتحت لحد هنا، والادندم اللي هو لحد فين؟ لحد فوق. والاثنين دول على بعض ده الهول ديبث او ده العمق الكلي اللي المفروض ان انت ما بتوصلوش السنه المقابله اخرها بتوصل لاول الكليرنس او اول المنطقه اللي انت هتشتغل عليها. اوكي، الحاجات اللي احنا قلناها دي كلها هم دول، يعني ايه ادندم، يعني ايه ديدندم، يعني ايه سيركلر بيتش، يعني ايه البيتش سيركل، يعني ايه الموديول، يعني ايه الباكلاش. دي كلها الحاجات اللي احنا ايه قعدنا نقول فيها دلوقتي، هنمسكهم يعني نحصرهم واحده ورا الثانيه. طيب خد 5 دقائق بريك كده فوق فيهم وبعد كده نكمل. اوكي نكمل يا شباب، نشوف بقى المسميات اللي عندنا قبل ما نخش في المسائل بتاعه الترانسميشن او الجير ترين، علشان كل حاجه تبقى عندك موجوده في المحاضره لو انت عايز ترجع لها. البيتش سيركل اللي هي مين؟ مين البيتش سيركل؟ لا انت ممكن يجي في مساله يقول لك بيتش سيركل من غير ما يوصف اي حاجه. هي مفروض لو كانت الترس عباره عن دايره بتعبر عن طرف السنه ودايره بتعبر عن الروت بتاعها، هتلاقيه متعشق مع ترس تاني دايره بتعبر عن الطرف ودايره بتعبر عن الروت، انما النقل فعليا بتبقى الريشيو اللي على البيتش سيركل اللي هم المفروض الاثنين يكونوا لامسين بعض، اللي هي الدايره المتوسطه عندنا، اللي لو هنيجي ننقل ما بين ترسين وعايز تقول دي واحد الى دي اثنين، ما بيبقاش اي قطر موجود في الترس، بيبقى البيتش سيركل دايمتر. البيتش سيركل دايمتر بتاع الاولى والثانيه اللي هي النسبه وتناسب ما بين الاثنين، تدي لك النسبه وتناسب بتاعه الترانسميشن. يبقى هو imaginary سيركل اللي عندها بيحصل رولينج، او ان الدايرتين يعتبروا عندها بيعملوا ايه؟ بيعملوا رولينج، هم دول اللي بيخشوا في النسب وهم دول اللي بيخشوا في الحسابات وكل حاجه. يبقى لما نيجي نقول قطر الترس بعد كده، يبقى انت بتتكلم بالبيتش سيركل دايمتر، مش بتتكلم بالقطر بتاع الادندم او القطر بتاع الديدندم، لان الاثنين دول ما بيخشوش معايا في حسابات الترانسميشن. الادندم والديدندم اللي هو اقصى حاجه موجوده في الترس من فوق، والديدندم اللي هو اقصى حاجه موجود في الترس من تحت، اللي هو الروت بتاع السنه من تحت او التوب بتاع السنه
من فوق. وطبعا ان بتوين الاثنين بيبقى البيتش سيركل اللي احنا لسه متكلمين عليه. السيركلر بيتش اللي هي الخطوه الدائريه اللي هي ايه السيركلر بيتش؟ اللي هي المسافه بتاعه عرض السنه زائد الفراغ اللي قبلها، اللي مجموعهم لو جمعتهم كلهم على بعض يديني ايه؟ لو جمعت ايه؟ سنه بالفراغ اللي قبلها وسنه بالفراغ وسنه بالفراغ، لو اتجمعوا كلهم على بعض يدوني ايه؟ يديني المحيط. محيط مين؟ البيتش سيركل برضو، مش محيط لا الادندم ولا الديدندم، يديني المحيط بتاع مين؟ بتاع البيتش سيركل. عشان كده لو عايزين نحسبها هي بتساوي المحيط اللي هو باي دي، ده المحيط اصلا، على الزد اللي هي مين؟ عدد الاسنان. اوكي، يبقى البيتش سيركل المسافه بتاعه عرض السنه اللي هو الميتال بتاع السنه بلس الفراغ اللي قبله، الاثنين دول على بعض اسمهم ايه؟ السيركلر بيتش او الخطوه الدائريه او الخطوه اللي على السيركل بتاعه البيتش سيركل دايمتر. طبعا هتلاقي دايمتر داخل معاك، هو مش اي دايمتر، ده الدايمتر بتاع مين؟ بتاع البيتش سيركل، والزد اللي هو عدد الاسنان او النمبر اوف تيث الموجوده عندنا. الموديول اللي هو الموديول بتاع السنه اللي المفروض يكون متماثل في كل التروس اللي بتعشق مع بعض. الموديول هو عباره عن ريشيو ما بين البيتش سيركل دايمتر اللي هي الدي اللي احنا بنتكلم عليها وعدد الاسنان اللي موجوده عندنا. يبقى البيتش سيركل دايمتر بالمليمتر الى عدد الاسنان، ويديني رقم المفروض ان الرقم ده يفضل ثابت ما بين كل ترسين متعشقين مع بعض. يبقى الان الام دي لو رقم كونستنت كل التروس المتعشقه، مش لازم يعني كل التروس المتعشقه مع بعض، يعني لو الترس ده واحد بيدي لاثنين واثنين بيدي لثلاثه وثلاثه بيدي لاربعه، يبقى كل الموضوع ده او كل الترين دي هتبقى كلها نفس الايه؟ الموديول. معناه ايه نفس الموديول؟ كلهم بيحققوا ان عدد الاسنان اللي فيهم على البيتش سيركل بتساوي رقم ثابت. يعني لو مسكت اي ترسين مع بعض تلاقي زد واحد على دي واحد، هتطلع زد اثنين على دي اثنين، زد ثلاثه على دي ثلاثه. معناه ايه؟ عدد الاسنان لعدد الاسنان بيساوي الدي الى الدي. ليه الكلام ده؟ لضمان ان المنطقه دي متشابهه في كل التروس اللي هيركبوا مع بعض، لان هي لو مش متشابهه شكل السنه وشكل الفراغ التروس اخبارها ايه؟ مش هتعشق في بعض، تلاقي سنه رفيعه وسنه تخينه، سنه رفيعه ممكن تخش في الفراغ الواسع اللي هناك، انما السنه التخينه اللي هناك مش هتخش في الفراغ الضيق اللي هنا. عشان كده كل التروس اللي بتعشق في بعض لازم تكون محافظه على نفس الايه؟ الموديول. طيب الموديول ليه ارقام ستاندرد او ارقام ريكومندد؟ لان الموديول بيعبر عن شكل السنه وشكل الفراغ اللي قبلها. ففي سكينه فريزه اسمها سكينه موديول بتتجاب علشان تفتح لك الفراغ ده، وبعدين من وراه تفتح الفراغ ده فتسيب ما بين الفراغين السنه. سكينه الفريزه دي شكلها شبه الفراغ ده بالظبط، اللي هو بيعبر عنه الايه؟ الموديول. كل اللي بعمله ان انا بدخل بالعمق اللي هو الايه؟ الادندم زائد الديدندم، يقوم راسم لك شكل الايه؟ السنه. سكينه الموديول الواحده اللي عندك هتفتح لك كل التروس اللي عندك بمقاساتها، وتطلع في الاخر التروس كلها بتعشق في بعض. اشمعنى؟ ما انت فاتح كلهم فيهم نفس الفراغ، فاذا كل التروس تقدر تعشق في بعض لانهم معمولين على نفس الموديول. الموديول ممكن تحطه اي رقم رياضي يعجبك، مفيش ما يمنع، بس صندوق التروس بتاعك اللي معشق في بعضه محافظ على نفس الموديول. علشان العمليه تبقى ستاندرد شويتين عملوا سكاكين موديول، سكاكين الموديول بارقام الموديول نفسها اللي هو زد على دي، وانت بتعملها تراعي ان هي تطلع على الارقام المتفق عليها، واحد واحد وربع، واحد ونص، اثنين اثنين ونص، من بعدها ثلاثه اربعه خمسه سته ثمانيه عشره 12. دي الارقام الستاندرد اللي لو نزلت السوق تشتري سكينه فتح ترس اللي هي بيسميها سكينه الموديول هتلاقي الارقام دي هي اللي موجوده. يبقى اللي قاعد بيعمل ديزاين لترس بيعمل ديزاين اكوردنج لان الام بتاعته تطلع حاجه من دول. مفيش مانع ان انت تعملها 8.5، بس هتيجي تدور على سكينه مديول علشان تفتح الترس بمديول 8.5 مش هتلاقي. تمام؟ انت والديزاين بتاعك تشوف بقى. لو انت عايز تديزاين انت عندك ده وده للتروس اللي عندك، ماتش ان التروس كلها تحقق نفس الحاجه. اوكي؟ الناس بتماتش بعدد الاسنان، وبناء على عدد الاسنان يقدر يظبط الايه؟ الدايمتر بتاعه. يعني انا عايز ترس خمس اسنان معشق مع ترس 20 سنه. اوكي،
5 20 لو اخترت الديامتر بتاع الخمسه بكذا يبقى الديامتر بتاع ال 20 نسبه وتناسب معاه، بحيث ان كل عدد اسنان على ديامتر يديني فاليو مشابهه او متساويه في كل التروس اللي عندي. يجوز العمليه دي تهم قوي اللي بيصنع اكتر من اللي بيصمم، يعني لان اللي بيصمم على طول بيقول ايه انا عندي عدد اسنان كذا، يجي اللي بيصنع بقى هو الايه اللي يظبط الدايمنشن بتاع الترس. الباكلاش لسه احنا كنا متكلمين فيه دلوقتي. لو قلنا ان ده درايف اوكي وده دريفن، هتلاقي ان الدرايف ماشي كده، فالتلامس كله موجود هنا، فالفراغ كله متساب فين؟ ورا. يبقى الباكلاش هو ايه؟ الفراغ ما بين او المسافه ما بين الفراغ الى عرض السنه، متقاس على اي دايره؟ ها؟ ما انت عندك دوائر كتير، ما هو في فراغ، لو انت لو مشيت على الدايره الكبيره ما هو في فراغ هنا، ولو مشيت على الدايره الصغيره ما هو في فراغ هنا، انما انا بتكلم على الفراغ على دايره الكونتاكت. مين دايره الكونتاكت؟ البيتش سيركل. اوكي؟ المفروض نظريا لو بالورقه والقلم مفيش فراغ المسافه دي بزيرو على البيتش سيركل دايمتر، بس براكتيكال لازم اسيب فراغ علشان الانجيجمنت والديس انجيجمنت بتاع السنه تدخل وتخرج ما تتكسرش. المسافه ما بين الجاب وعرض السنه او العرض الفاضي وعرض السنه يديني المسافه بتاعه الباكلاش، حتى لو كانت هي ديزايند بقيمه معينه مع الاستخدام والتشغيل اللي بيجرى لها بتبدا توسع او بتبدا الجاب تزيد. طبعا لو ما كانتش موجوده وبقول لك ثيوريتيكالي ممكن الباكلاش يقدر يبقى زيرو، بس طبعا لو ما كانش موجود هيحصل جامينج، فانت عامل الباكلاش جاست تو الاو ان ما يحصلش جامينج او تافويد ان يحصل عندك حشر او جامينج. بيساوي ايه الباكلاش؟ بيساوي السبيس بتاعت الترس مطروح منها التكنس بتاع الترس، متقاسه فين؟ على البيتش سيركل، مش متقاسه على اي حد تاني. دكتور ان الترسين دول ممكن تقربهم من بعض، عشان كده احنا سايبين فراغ هنا. بقيمه الفراغ ده تقدر تقرب الترسين سنه من بعض، وهو يعتبر اجراء صيانه. يعني ايه اجراء صيانه؟ يعني مش حاجه المفروض ان هي معموله ان التلامس يبقى بالمنظر ده. لو حصل انها وسعت شويه بندخل الترسين جوه بعض سنه. الكلام ده ما بيعديش ملي او 2 ملي، يبقى بدل ما هو واسع كده يقربها لجوه. ده لو نزل جوه في وسط دول ايه اللي بيحصل؟ الحته الاعرض تنزل فيقلل لك الفراغ اللي احنا بنتكلم فيه. اوكي؟ الرجلاش علشان يعوض اللي احنا بنقوله ده، يقرب شويه الترسين من بعض يقلل لك قيمه الباكلاش. اوكي؟ لا دي هتضيع لما اقرب الترسين من بعض، انا بقرب دول علشان يقلل لي الباكلاش اللي هو ده. الباكلاش اللي هو ده المفروض يكون اقل ما يمكن. مع التاكل هتلاقي ان ده بيتاكل فالفراغ ده بيزيد، فلما تقرب الترسين من بعض تملى الفراغ ده سنه. اوكي؟ طبعا الترس بيتاكل على 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 فترات طويله جدا، مش على اسبوعين استخدام، لان ده ترس معدن. والرجلاش اللي احنا بنقول عليه ده انت ممكن تتكلم مثلا في نص ملي او في ملي، مش حاجه كبيره، بس الفراغ ده لما بيقل اداء الترس والصوت اللي شغال من الحركه بيقل بشكل كبير جدا، والحراره كمان اللي طالعه من ايه؟ من الاحتكاك في الترانسميشن. اوكي. الجير ترين، ايه هم الجير ترين؟ احنا حتى الان اتكلمنا على الترس وشكله ونقل الحركه والكلام ده. الجير ترين اللي هو لو عندي اكتر من ترس والحركه بتتنقل من ترس للتاني وبعد كده من التاني للتالت وهكذا، حاجه كده زي الجير بوكس بتاع العربيه. ايه انواع الجير ترين اللي احنا ممكن نشوفها؟ نمره واحد سمبل جير ترين اللي هو ترس بيدي ترس وترس بيدي ترس وترس بيدي ترس، يعني واحد بيشبك للتاني للتالت للرابع، العمليه ماشيه سيريز. او تبقى صعبه شويتين او اصعب شويتين اللي هو الكومباوند جير ترين، في شبه شويه من الجير بوكس بتاع العربيه، ان ترس على نفس الشافت بيدي ترس تاني مش معشق معاه، والترس التاني بيدي شافت تاني، فتلاقي التروس ماشيه تنقل عرض وتنقل طول. وهنشوفها شكلها عامله ازاي. الريفيرتد جير ترين دي انا اتكلم عليها المره الجايه، دي شبه الديفرنسيل بتاع العربيه، او شبه الـ عارفين اللي هو العربيات الخلفي، عربيات شغاله خلفي، بتشوف في بطيخه ورا كده، حد شافها قبل كده؟ اللي فيها الكورونا،
تمام، الكرونه اللي هي الكراون جير، تمام، دي اللي بتشتغل بالنظام بتاع الريفيرتد جير ترين، دي هنقولها المره الجايه. او الكومبليكيتد شويه بقى البلانيتري جير اللي هي الابيسايكليك جير ترين، اللي هو بقى بتلاقي صن وبلانيت ومش عارف مين بيلف، فدي اللي ايه اللي فيها شغل ايه شغل اعلى شويتين. هنتكلم النهارده على الاثنين اللي في الاول دول ونشوف الدنيا فيهم ماشيه ازاي، وكل الكالكوليشنز اللي بتطلب منك لو انت عندك سرعه لترس معين انبوت، عايز تعرف الاوتبوت هيخرج كام بعد مالتيبل ترانسميشن، الدنيا هتطلع عامله ازاي او الحسابات عامله ازاي. السامبل جير ترين ان كل ترس متوصل بترس والتروس ماشيه سيكوينشال ورا بعض، يعني الاكس ده بيدي للترس ده، الترس ده يدي للي وراه، ده يدي للي وراه، بس ما تلاقيش فيه شافت عليه اكتر من ترس، كل شافت عليه ترس واحد والترس بيدي لواحد بس من وراه. طبيعي لو بصيت الحركه هنا، يعني خلينا مع الرسمه، طبيعي انت لو بصيت الحركه هنا، لو بنتكلم على حركات الدوران زي السلايد اللي كان فيها غلطه في الدوران، لو كان ده بيلف في دايركشن ده عكسه ده معاه، فبيقولوا ان في حاجه اسمها اود جيرز وايفن جيرز، ما دام هم متوصلين ورا بعض، لو قلت ده الترس رقم واحد وده رقم اثنين ورقم ثلاثه، هتلاقي كل الاود بيلفوا مع بعض وكل الايفن بيلفوا مع بعض عكس الاود. اوكي؟ بالمناسبه انت لما تشوف الترسين بالمنظر ده في ريستريكشن على عدد الاسنان المتعشقه في عدد الاسنان، اللي هياخد ديزاين هياخد الكلام ده، العمليه ما تعديش اربعه او خمسه، يعني لو كان ده 20 سنه ده ما يقلش عن خمس اسنان، لان الناس فاكره ان ايه؟ النقل نسبه وتناسب، حط ترس 100 سنه مع ترس خمس اسنان، يبقى احنا كده نقلنا الترانسميشن 20، لا، ترانسميشن السبار جيرز او الترس العدل ده بيبقى فيه ريستريكشن على عدد الاسنان، لانك ما بتقدرش تحقق المديول اللي احنا قلنا عليه ده، يعني براكتيكالي بقى لما تيجي تعمل ما تقدرش تحقق المديول لو كان الترانسميشن اعلى من خمسه. طب بيعملوا ايه ساعتها؟ نبدا نشوف بقى الكومباوند جير بيبدا ينقل ازاي. طيب، من غير ما نتكلم في قوانين، لان العمليه بتيجي باللوجيك مش بالحفظ ولا بالقوانين. لو ده لف بسرعه معينه وعايز احسب سرعه اللي خارج ده، هتحسبها ازاي؟ سرعه الترس معتمد عليه، ما هدي لك حاجه من الاثنين، يا عدد اسنان ها يا بيتش سيركل دايمتر، والاثنين ايكويفالنت لبعض. ليه ايكويفالنت لبعض؟ لان في حاجه اسمها الموديول ثابته للتروس دي كلها، هي علاقه الدايمتر بعدد الاسنان، يعني لو قلنا عدد اسنان الى عدد اسنان هي نفس الفاليو لو قلنا دايمتر الى ايه؟ الى دايمتر. كل ما عدد الاسنان تزيد كل ما السرعه اللي يجرى لها تقل، الترس الكبير بيلف بسرعه اقل. يبقى اذا لو انا بقول سرعه ده الى سرعه ده بتساوي مقلوب الاسنان، وسرعه ده الى سرعه ده بتساوي مقلوب الاسنان، تلاقي نفسك لو عندك جير ترين طويله عريضه وكلها متركبه از سمبل جير ترين، انت مش محتاج عدد اسنان كل دول، انت محتاج اسنان الاول والاخير بس. اشمعنى؟ ما انت لو جيت تقول الترانسميشن ما بين ده وده هتقول انها بتساوي النسبه كام لكام؟ 1 على 2. طب لو جيت تقول الترانسميشن ما بين ده وده هتقول انها بتساوي ايه؟ 2 على 3. طب انا عايز الترانسميشن الكليه، هتلاقيها 1 على 2 مضروبه في 2 على 3، يبقى الاثنين اخبارها ايه؟ راحت مع بعض، يبقى هو طلع 1 على 3. طب لو كانوا في 4 و5 و6 هتلاقي 1 على 2، 2 على 3، 3 على 4، مش عارف مين، هتلاقيهم كلهم راحوا مع بعض وصدل لك مين؟ اول واحد واخر واحد. يبقى لو كان عندك سمبل جير ترين هتلاقي نفسك بس كل اللي انت محتاجه عدد اسنان اول ترس وعدد اسنان ايه؟ اخر ترس. اوكي. طيب. ده نفس الكلام اللي احنا كنا بنقوله. ها؟ اعتبر ان انت قدامك ده اكسرسايز او ده شكل الجير ترين علشان يقول لك في السامبل جير ترين الدايركشن عامله ازاي، الاثنين دول اوبوزيت بعض، دول اوبوزيت بعض، ده اوبوزيت يرجع تاني زي ده وهكذا. فانت لو عايز تجيب نسبه النقل من ده هتطلع كام؟ ها؟ السرعه الى السرعه هتساوي عدد الاسنان لعدد الاسنان بالمقلوب. ها؟ هنا السرعه الى السرعه هتساوي برضو عدد الاسنان لعدد الاسنان بالمقلوب، كما لو كان اللي في النص ده بيدخل المعادله ويخرج منها تاني. اقول لك فين بتاع لا مش في، احنا بنتكلم هنا ان على ان، ها، زد على زد، اللي هو كل ما الاسنان بتزيد بت ماشي. زي مثلا انت بتتكلم في دي، دول كام واحده؟
4. فانت عايز تجيب الريشيو ما بين مين ومين؟ 1 و4. يبقى بتجيبها ازاي؟ ان 1 على ان 4 اول ترانسميشن عندك حصلت ما بين مين؟ 1 و2، صح؟ هتلاقي زد 2 على زد 1 في ترانسميشن الثانيه، زد 3 على زد 2 في الترانسميشن الثالثه، زد 4 على زد 3. هتلاقي دي راحت مع دي ودي راحت مع دي، هيطلع لك زد 4 على زد 1. معنى ذلك ان حتى مقاسات الاثنين والثلاثة ما كانتش مهمة، لان انت اوريدي بتروحهم مع بعض. اوكي؟ فهنا بيحسب لك السبيد ريشيو، وفي حاجة اسمها الترين ريشيو. سيبك منها عشان ما تلخبطكش، الترين ريشيو مقلوب السبيد ريشيو. السبيد ريشيو حاجة كده يعني عاملة زي الايه؟ الانبوت على الاوتبوت، الاول على التاني. الترين ريشيو عاملة زي الافيشنسي، الاوتبوت على الانبوت اللي هو مقلوب الاثنين من بعض. سيبك من المسميات، انا بدي لك ار بي ام منهم جيفن، وانا عايز الار بي ام الثانية. فانت بتجيبها ازاي؟ سواء بده او بده تعرف تجيبها، القانونين هم بس اخبارهم ايه؟ مقلوبين. اوكي؟ هي الريشيو في الاخر، سواء كان لو الان على الاوت بيسموها سبيد ريشيو، لو الاوت على الان اللي هي شبه الكفاءه، الاوتبوت على الانبوت بتتسمى الترين ريشيو او ترين فاليو. كلمه الترين فاليو يعني ايه؟ الجير بوكس عمل ايه، رفع ولا قلل. سبيد ريشيو بمعنى ايه؟ انبوت على اوتبوت، دي بمعنى الافكتيفنس او بمعنى الكفاءه. فالكفاءه دايما بتبقى مين؟ الاوتبوت على الانبوت. فجاي هنا بيتكلم بيقول ان هي لو كان سواء كانت دي او دي هتساوي نفس القصه، السبيد بتاع الدرايف على الدريفن عدد الاسنان الدرايف على الدريفن او المقلوب بتاعها، زي ما احنا لسه قايل زي ما احنا لسه قايلين. اوكي؟ فطبعا دي لو عندك مساله بالارقام هتقدر تحسبها عادي. طيب الكومباوند جير ترين ايه الفرق بقى بينه وبين التاني؟ ان في الجير ترين العاديه انت كل ستيب منها بتحصل على ريدكشن. لو انا عايز اقلل الحجم شويتين بعمل اللي انا شايفه ده، الترس الازرق بيدي الترس الاخضر، الاخضر مش هنقول انه بيدي للاحمر لان الاخضر والاحمر واحد. فكلمه واحد يعني ايه؟ الاثنين بيلفوا بنفس الار بي ام، ما هياش ترانسميشن. يعني لو قلت ده واحد اثنين في ترانسميشن، من اثنين لثلاثه ما فيش ترانسميشن، انما الترانسميشن اللي جاي ما بين مين ومين؟ ما بين ثلاثه واربعه. يبقى هي كده كانها عملت ايه؟ عملت كومباكشن شويتين بالاثنين ترانسميشن اللي قلنا عليهم. اشمعنى؟ لان احنا عندنا ريستريكشن ما بين عدد الاسنان وعدد الاسنان في التعشيقه الواحده. فسي ان انا عايز انزل السرعه جامد، عايز اعمل ترانسميشن مثلا 20 او 30، ما اقدرش اعملها بان ترس كبير قوي مع ترس صغير. فابدا اعملها ازاي؟ ستيب الاولى تقلل لي 1/4، وتيجي الستيب الثانيه تقلل لي 1/4، يبقى انا كده جبت واحد ايه؟ 1/16. لو كنت هتاخد من دي لدي لدي كان في الاخر الترانسميشن هيبقى ايه؟ عباره عن الترس ده الى الترس ده، انما انت هنا خدت كام نقله؟ خدت نقلتين، اللي هو ده الى ده وده الى ده. زي ما انت شايف ده كبير وده كبير، يبقى من هنا لهنا عمل ريدكشن، ومن هنا لهنا عمل ريدكشن تاني، مش مجرد ضم يجير ما بين الاثنين وفي الاخر الترانسميشن ده على ده. ماشي؟ يبقى الكومباوند جير بتتعمل علشان اخد ريدكشن اعلى في حيز اقل من الاولاني اللي كان اسمه السمبل جير ترين. طيب ساعات بيبقى شكله كومبليكيتد شويه الكومباوند جير، بس هو واضح من الرسم هنا. لو بصينا ده وده الترس 1 و2، يبقى 1 بيدور 2، و2 و3 نفس الشافت بنفس الار بي ام، و3 بتدور 4، و4 و5 نفس الشافت او نفس الار بي ام، و5 بتدور 6. اوكي؟ طبعا الدايركشنز باينه ان كل نقله منهم بتعكس الاتجاه، يعني من 1 ل2 عكست الاتجاه، 2 ل3 زي بعض، 3 ل4 عكست الاتجاه، 4 و5 زي بعض، 5 ل6 عكست الاتجاه. لو انت عايز هنا بقى تجيب الترانسميشن ريشيو او تحسب من الاخر ال ان 1 على ال ان 6، ها هتلاقي نفسك عديت بكام نقله؟ 1 2. على فكره انت ممكن تكتب القانون عادي جدا،
ان النقله الاولى عباره عن ايه؟ ها؟ واحد على واحد على اتنين، يبقى اتنين على واحد، والتانيه ممكن تقول اتنين على تلاته، ما الاتنين طالعين بواحده، مفيش نقله. واللي بعدها اربعه على تلاته، واللي بعدها خمسه على اربعه، واللي بعدها سته على خمسه. هتلاقي ان خمسه على اربعه نفس الار بي ام فراحت. هتلاقي 3 على 2 نفس الار بي ام فراحت، فكان النقله ما بين مين ومين؟ 1 2 3 4 5 6. زي ما هو هنا كاتبها، كاتب هنا كل نقله حصلت، ادي 1 و2 و3 و4 و5 و6، دي النقلات اللي حصلت على اعتبار ان 2 و3 بيلفوا بنفس السرعه، وعلى اعتبار ان 4 و5 بيلفوا بنفس السرعه. فلما يجي يضربهم هنا ببعض هتلاقي ان 1 على ان 2 3 على 4 في 5 على 6 بتساوي النقلة اللي عندي 1 على 2 4 على 3 6 على 5. تلاقي في الآخر إن النقلة زي ما احنا لسه قايلين، أدي الأولى الثانية الثالثة 2 على 1 4 على 3 6 على 5. أوكي؟ طبعًا الأبعاد كلها بتكون موجودة عندك فتقدر تحسب الكلام ده. ها بيقول لي الجيرنج بتاع الماشين تول is shown in the figure. The motor is connected to gear A. يبقى إذن الدرايف هو جير A. A بيدي ال B، أدي أول ترانسميشن. B C مفيش حاجة. C بيدي ال D، أدي تاني ترانسميشن. D ال E مفيش حاجة. E بتدي ال F. يبقى أنا كده عندي كام ترانسميشن؟ عندي كام نقلة؟ ها؟ واحدة، التانية، التالتة. اوكي، واز ان هو كومباوند جير، فانا عارف ان اي دي ما فيهاش حاجه، سي بي ما فيهاش حاجه، هي موجوده بس ايه؟ كنقل على نفس الشافت. بيقول لي ايه روتيتس ات 900 وكذا، يبقى هو مديني كده الان الار بي ام بتاعت مين؟ الاي بتساوي 975 ار بي ام. ذا جير ويلز كذا فيكسد بارلل، فهو شرح لنا الرسمه ذا فاينل جير فيكسد على مش عارف ايه، واداني عدد الاسنان اللي موجوده كلها بتاعه A وB وC وD وE وF. المطلوب سرعه الاوتبوت اللي هو الاف. ها يبقى الترانسميشن عندي بتقول سرعه A على سرعه F بتساوي اللي هو من اول الفيلم لحد اخره. لو كانوا سمبل جير كنا قلنا ايه؟ سمبل مش كومباوند جير ترين. لو كانت سمبل جير ترين كنا قلنا ايه؟ عدد اسنان اف على عدد اسنان ايه مره واحده وخلصنا. انما انت عندك هنا كومباوند ترانسميشن. الكومباوند ترانسميشن بادئه بمين؟ اول واحده بي على ايه، يبقى هتقول لي عدد اسنان بي على عدد اسنان ايه مضروبه في الترانسميشن الثانيه. انا مش شايف، احنا قلنا مين؟ بي على ايه، دي على سي، عدد اسنان دي على عدد اسنان سي، الترانسميشن الثالثه عدد اسنان اف على عدد اسنان اي. الارقام موجوده عندنا، اول اثنين بي واي اللي هو 50 على 20، الثانيه 75 على 25، الثالثه 65 على 26. لو بصيت النقل اللي موجود عندك هنا هتلاقي محدش فيهم تقريبا تجاوز الثلاثه او الاربعه، اقصى واحد فيهم ده بكام؟ ها الريشيو 75 على 25 بكام؟ ب 3. هتلاقيهم 3 4، هو ريكومندد 3 4 بحد اقصى 5 للنقله الواحده اللي هو الترانسميشن الواحده اللي موجوده في التروس. تضرب الارقام دي كلها في بعض، وانت عندك هنا ال NA هي عباره عن 975، يبقى انت كده جبت الاف موجوده عندك بكام؟ ار بي. اوكي؟ حسبتها؟ ماشي، نشوف الحل هنا. نتأكد من اللي احنا بنقوله. ادي الترانسميشنز اللي موجودين عندي، بي على ايه، دي على مش عارف مين، مين على مش عارف مين، حطها بالارقام. 52 ار بي ام، 52 ار بي ام. اوكي؟ يبقى احنا اللي فاضل لنا كده في الجيرز ان شاء الله، انا كده قفلت الكومباوند جير. اللي فاضل لنا هنا في الجير اللي هي عباره عن ايه؟ الابيسايكليك والريفيرتد جير ترين. دول نخلصهم المره الجايه، ونتكلم على حاجه صغيره كده في الكام، ونشوف ايه حكايه مساله الاكسلريشن.